بسكوت الكريسماس. ومقادير البسكوت هتكون 2.5 كوب دقيق، 1 كوب سكر، نص معلقة صغيرة ملح، 1 كوب زبدة باردة، 2 بيض، 2 معلقة صغيرة روح اللوز، وعندنا هنعمل رويال آيسينج وسبرينكلز علشان نزوق بيهم البسكوت. هنحط الزبدة، والزبدة زي ما قلنا هتكون من التلاجة. وهنحط معها السكر والملح والدقيق. وهنضربهم مع بعض لحد ما يبقى الملمس بتاعهم ملمس رملي. هنحط روح اللوز مع البيض، ولما الملمس بتاع المقادير الجافة والزبدة يبقى زي الملمس الرملي هنضيف لهم البيض وروح اللوز، ويبقى كده خلصنا البسكوت. نبتدي نفرده ونقطعه بالأشكال اللي احنا عايزينها. دلوقتي الملمس بتاعه بقى ملمس رملي، هنحط له البيض وبعدين نرجع نخلطه تاني. أول العجينة ما تتجمع يبقى كده خلاص البسكوت جاهز. هناخد منه جزء ونبتدي نفرده على ورق زبدة، وهنحط شوية دقيق ونبتدي نفرد. وهنجيب أشكال برضو خاصة بالكريسماس، عندنا الكريسماس تري أو شجرة الكريسماس، وعندنا الجرس، وعندنا السنوفليك أو التلج، شكل التلج. وهنبتدي نقطع الأشكال ونحطها في الصينية. وطبعا هنكمل لحد ما نخلص كمية كلها، وبعد كده هندخلها الفرن على درجة حرارة 170 لمدة حوالي 10 أو 12 دقيقة. احنا مش عايزينه ياخد لون، عايزينه يبقى البسكوت لونه أبيض زي ما هو. ودلوقتي أشيل دول وأجيب البسكوت الجاهز ونبتدي نزوقه مع بعض. ده جزء من الكوكيز أو كريسمس كوكيز الجاهزة. وهنا عندنا الرويال آيسينج اللي مجهزينه من قبل كده، وممكن نبتدي نزوق الكوكيز.